انا ما كنتش اعرف ان انت كمان كنت بتلعب جود. صدقت يا عبيطه انت، انا لقيت واد جدك قلت هت. طب يعني ايه كويس دلوقتي لما ما شغلنيش معاه تاني؟ سيبك منه، ده غلبان. اذا انت عايز تنجح في السينما بسرعه، انا ممكن اوصى عليكي مديحه بهيج والمنتج صبحي نجيب، اخليهم ينجحوك في اسرع وقت ممكن. بس انا بحذرك من الواد وحيد ده، خليكي مع الولد طيب وبيحبك، بس انت بصراحه ما تستاهليهوش. معقوله يعني اشوف وحيد وعاطف في الظروف دي؟ صباح الخير. صباح الخير. انا جبت لك الكرسي ده هديه، ده اخر موديل وفي 3 سرعات وبيمشي ببطاريه، واحلى حاجه ممكن تمشي بايدك الشمال. طب انا يا عم جيب عربيه. وما جبتهاليش ليه؟ قوم بالسلام وانا اجيب لك عربيه. على فكره مش حضرتك المفروض تكوني في الاستوديو؟ بس انا قررت اساعدك تخرج من المستشفى زي ما كنت سبب انك تخشها. بس انا مش عايز حضرتك تضري نفسك بسببي. انا حاخد العربيه توصلني الشركه وهترجع لك على طول. وما تستناش معايا ليه؟ عندي ميعاد مع ابطال الفيلم التانيين. ليه يا صبحي؟ هنشوف اذا كان ممكن نوقف التصوير مؤقتا لغايه ما تحس انك بقيتي احسن. باي باي. باي باي. باي. هو انا السبب في كل اللخبطه دي؟ وانت ذنبك ايه؟ انا السبب في اللخبطه اللي حصلت لك وحصلت للفيلم. سوزي المراد بتاع العاطف هي كان سايب هوا من 2 ساعة. اما عليه حته مرات يا مدام، دي لو فضلت معاه هتسهل لنا الشغلانه على الاخر. مفيش راجل سليم يقدر يعمل انه عاجز ومعاه منجايه زي دي في اوضه واحده، واخده بالك يا مدام؟ ارجوك مستر برعي، ايه اللي بتعمله ده؟ بلا برعي بلا مرعي، ارجوكي الشغل شغل يا مدام. ربنا يسهل. عموما انا دلوقتي بدرب اسعد كل يوم وان شاء الله يبقى كويس، خصوصا في الابويمسي يوناجي والتومو ناجي. هو فاضل قد ايه لبطولة جودو البحر الابيض دي؟ فاضل حوالي شهر. متهيألي كان ممكن اكسب الميدالية الذهبية، مش كده ولا ايه يا كابتن؟ كده مع الاسف يا عاطف. عموما ولا يهمك، انت لازم تحضر البطولة. اتحاد الجودو يا سيدي مكرمك وعامل كاس باسمك، كاس باسم عاطف الشاطر. وان شاء الله هيمنحوه لاول بطل مصري يحقق اكبر فوز في البطولة. ممكن كاس عاطف الشاطر يتعمل ذهب على حسابي؟ يا ريت يا فندم. ويا ريت اكتر لو حضرت حفل توزيع الجوائز وسلمت الكاس بنفسك. سعيده. الكابتن مدرب فريق القومي للجودو صبحي نجيب جوزي. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. يا ترى الاجتماع جاب نتيجه صبحي بيه؟ للاسف تاجيل التصوير مستحيل. البطل عند مسلسل في الخليج بعد 3 اسابيع، واللي تعمل دور بنت مديحه عندها امتحانات بعد اسبوعين. معلش يا جماعه انا مضطر امشي. متشكر. ايوه يا كابتن. شد حيلك بقى بطل، شد حيلك. امال سلام عليكم. مع السلامه. يلا بينا احنا كمان نلحق نصور مشهد الانتحار ده، مفيش في ريب. اوكي. باي باي. باي باي. السلام عليكم. على فكره انا مديح مقطعه قلبي قوي. وانا كمان مقطع قلب، لكن هنعمل ايه؟ ما اللي انت فيه يقطع القلب، لكن هنعمل ايه؟ امر ربنا. انت صدقت الاسطوانه دي؟ ها؟ خد يا اخويا الدعاء ده واقراه كل ليله قبل ما تنام، هيدخل السكينه الى قلبك. الشركة حاطة ميكروفون في الأباجورة وده في مصلحتنا. وإيه الحكمة في الكلام ده؟ إحنا دلوقتي مش هنقول إلا اللي عايزينهم يسمعوه، وطبيعي هيصدقوا اللي بنقوله لأن المفروض إننا ما نعرفش إنهم بيسجلوا لنا. الله يفتح عليك يا أخويا كمان وكمان. إيه
انت نجمتي المفضله يا مدام مديحه، وكل املي في الدنيا ان ابقى زيك في يوم من الايام. ان شاء الله لما عاطف يبقى كويس هنشوف ايه اللي ممكن نعمله انا وصبحي عشان نساعدك. تسمح لي احضر التصوير بكره يا صبحي بيه؟ طبعا طبعا. مش احسن لو تفضلي جنب جوزك في ظروفه دي؟ ايه راي حضرتك في الاعلانات بتاعتي؟ انت يا بنت دمك خفيف وحلوه وتنفعي في دور البنت الشقيه المثيره. قول لي يا حبيبي ايه اخر كلام الدكاتره؟ شوف يا ستي، انا عندي اصابه في عمودي الفقري. فقري؟ تمام فقري. مقصره على اعصابي اللي بتتحكم في ايدي اليمين ورجلي الشمال. يا حبيبي، طب وقالوا لك امتى هتبتدي تتحسن؟ لو قعدت جنبي في اسبوعين، لو سبتيني مش اقل من 59 سنه. انا دلوقتي متاكد ان هبقى تمام. انا مش عايزك تستعجل على اراده ربنا وتتوقع ان انت هتخف بسرعه، عشان ما تنكدش على نفسك وتنكد على سوزي، وما تنساش الدعاء اللي انا كتبته لك. عندك حق، بس وجود سوزي جنبي هو اللي رفع من روحي المعنويه. بس الدكاتره قايلين لي ان مضاعفات حالتي دي يمكن تستغرق وقت طويل. فين الدبل؟ انا سبتها في بيت اهلي عشان ما تضيعش في التصوير، اصل المخرجين بيخلوني اقلعها عشان عايزين شكلي يبقى صغير. جايز. انا لازم اروح عشان اقعد مع مراتي شويه، بقالي كام يوم ما بقعدش معاها. طب خدني معاك. مش هتخليكي معايا وانا كده؟ ولا اهلك لسه مصممين انك تفضلي قاعده معاهم وتسيبيني؟ معقول؟ ده انا اللي جيت لك من السفر على المستشفى على طول، بس محتاج اجيب شويه هدوم من بيت اهلي. وارجع لعاطف زي ما قلت لك، وبعدين مش هقدر اشوفك كتير الفتره اللي جايه لاني لازم ابقى جنب عاطف. بدات ابعد عنك دوختني على ما تعطفت عليا وادتني فلوس عشان اعمل بيها رسم القلب ده، بس اشترطت توفر ثمنه من فلوس الرجيم اللي ستك كتبت لي عليها. بدل اللحمه والسلطه رز ومكرونه وعيش، يعني مفيش فايده. ناويه تخني؟ ناويه تخني عشان قلبي يتعب برضه. مكتوب عليا وجع القلب. انت لازم تمشي على الرجيم، كمان لازم تقعد في السرير لمدة اسبوع على الاقل. رسم القلب المرة دي متغير قوي وما يطمنش. يا ريت يا دكتور تكتب لي على ادوية بدل حكاية السرير دي. الموضوع جد يا حسين. طب وبعدين؟ ما انا ما اقدرش اقعد في البيت، وكمان ما يصحش اخرج واموت دلوقتي. ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ اهلا. ازيك؟ الحمد لله. تحب الكباب؟ والكفته وحياتي، بس بطلتها هي والميه عشان ضغط المصروفات. ما كانش لازم تتعبي نفسك على فكره. البانسيون ما بيقدمش الا فطار وغدا بس، وطبعا مش هتقدر تخرج انت وسوزي وتتعشوا بره احتفالا برجوع عيلك، فانا قلت اجيب لكم عشاء. بصراحه انت حاجه تانية خالص غير الصوره اللي كانت في بالي. حسين هو اللي صمم نسيب بعض، قال ان ارتباطنا هيضرني وهيحمله فوق طاقته، خصوصا بعد ما ثروتكوا راحت. سوزي؟ ادي اللي كان ناقص، ست تانية وعلى سريري. صدقيني يا سوزي، انا اضطريت اجيب وقت النوم علشان الشغالين بيوضبوا كل اوض القصر بره. دي ليلة كلها ممثلين بقى. الله، انت بتخوني مع النجم مديحة بهيج؟ لا يا حبيبي، اذا كان كده انا مسامحاك، وكمان جايبه معايا غبر لحمه. انا اسفه جدا يا جماعه ان انا ازعجتكم. تحبوا استاذن شويه؟ ده انا اللي لازم استاذن. ما يصحش يكون معاكم عزول في اول ليله ترجعوا فيها لبعض. ايه في حاجه حصلت؟ قطعت له الاكل حتت صغيره، وبعدين هو بياكله بايده الشمال. بايده الشمال؟ متاكده؟ لحسن بايده اليمين تفرق. انا اسف حضرتك. على اوضه النوم يا اسطى. قوي قوي.
انا خايف نخايش. بس بالراحه شويه وانت ماشي. حاضر. بس اتفضلي. نزلني السوسته يا توفيق. سيلفو بليه، كوبايه قهوه عشان اعرف اسهر، يمكن الليله تطول. جبتي يجي 2 كيلو تلت ونص، اصل اتعلمت اعمل حلويات وكنت بدوق نص اللي بعمله. مش كنت يا حبيبتي تتعلمي الطبيخ قبل ما تتعلمي الحلو؟ يا سم فين السعاده؟ اسمعني كويس وما تردش عليا، ما تنساش انك متراقب. انا عارف ان مراتك بقالها اكتر من شهرين بعيد عنك، لكن اوعى الطوع اللي بيدور في دماغك دلوقتي، خلي عندك قوه اراده يا اخي. اعتبر نفسك في رمضان. بقول لك ايه، اوعى تنسى اما تفرج ان شاء الله تديني 1000 جنيه اجيب بيهم تليفون فوري بدل الدوخة اللي انا فيها دي. ربنا ما يدوخك يا ابي. معلش تعبتك معايا. شكر قوي على السؤال. لا حظ ولا ايوب. تصبح على خير.